بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس أو الرابع، الرابع صح، الرابع، الرابع من سلسلة، الرابع من سلسلة دروسي المختارات من علم المصطلح في الدورة الثالثة من الدورة، دورة الفوائد العلمية، وهو الدرس 13 بالنسبة للمصطلح لما مضى. قبل أن نبدأ في درس اليوم ونكمل آخر نقطة أو آخر مسألة من مسائل المقطوع أو المنقطع، المنقطع توقفنا أمس، سألني سائل عن مسألة في الموقوف أمس أشكلت عليه، وما في مانع نعيدها لكم بيسر، والحمد لله أن ورد هذا السؤال لأنه ذكرني بمسألة كنت أريد أن أذكرها لكم لكن فاتتني. المسألة في الموقوف، عودوا للموقوف. في الموقوف قال إن الحاكم ذكر من أنواع الموقوف، وذكرته لكم، أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، صحيح؟ ذكرنا هذا من تعريفات الموقوف، وقلنا معناه أن الحاكم اشترط عدم الانقطاع، والسؤال كيف هذا إذن تعريف، ولماذا اعترض، ولماذا أتيت به إن كان الحاكم يذكر بعض الأنواع؟ لنبين اعتراض ابن حجر عليه. فابن حجر رحمة الله عليه، الحافظ ابن حجر العسقلاني، اعترض على الحاكم فقال: شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. هذا ذكرت لكم صحيح، وقلت لكم تبعه عليه تلميذه السخاوي فقال: وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع. وبينت لكم في الحقيقة أن الحاكم، أننا نعتذر للحاكم ونعتذر لابن حجر. في الحقيقة قلت لكم أن الحاكم رحمة الله عليه ذكر نوعين للموقوف، تذكرون؟ ما فيه عدم الانقطاع والإعضال، وما فيه انقطاع قبل الصحابي، والآن سنقرأه. فهل الحافظ بن حجر لما اعترض لم يقف على النوعين عند الحاكم؟ هذا احتمال، ولكني أستبعده لأن الحافظ من أهل الاستقراء، لكن سبحان الله ربما وهو يكتب في النكت على ابن الصلاح فاتته أو فاته هذا التقسيم، هذا احتمال ليعتذر أنا لابن حجر لأنه حافظ ومن أهل الاستقراء. احتمال آخر أن ابن حجر لا وقف على تقسيم الحاكم، ولكنه كأنه يقول للحاكم: أبي عبد الله، يا أبا عبد الله، حتى هذا التقسيم وقولك من أنواع أو أقسام الموقوف ما ليس فيه إرسال ولا إعضال، يعني انقطاع، لم يوافقك عليه أحد، كأنه هكذا يقول. هذا إذا أردنا أن نعتذر لابن حجر. أنا أريد أدافع عن الحاكم،
أقول إن الحاكم رحمة الله عليه يظهر لي أراد ذكر الأنواع أكثر مما أراد التعريف، كأنه أراد أن يقسم لكم الموقوف وأقسامه، وهي عادة الحاكم أحياناً يفرع ويقسم ويأتي بالمثال لا يذكر النوع في المعرفة. فأنا أعتذر للحاكم، ربما عرف الموقوف، ولكنه كأن الحاكم أبا عبد الله أراد أن يذكر أنواع الموقوف التقسيم أكثر مما يريد الحد، يعني ربما وإن كان عرف أيضا. الآن سنقرأ كلامه بشكل سريع، وأظن المسألة هكذا وضحت إن شاء الله، ليس فيها إشكال، هذا ما يظهر لي فيها. فنشوف الحاكم ماذا قال رحمة الله عليه. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: النوع الخامس منه معرفة الموقوفات من الروايات، ومثال ذلك ما حدثنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسد آباد حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي حدثنا زكريا بن يحيى. لما تقرأ قل قال حدثنا. طيب هذا يكتب للاختصار، لكن عند القراءة تقول قال حدثنا. قال حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي قال حدثنا زكريا بن يحيى المقري. لا، المقري عندك؟ المنقري بالنون. إيه طيب. قال حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة. قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بمسند، فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلا، وليس يسنده واحد منهم. وإنما ذكرت هذا الموقوف ليستدل به على جملة من الأحاديث التي تشبهه. فأما الموقوف على الصحابة فإنه قل ما يخفى على أهل العلم، وشرحه أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال. فإذا بلغ هذا النوع الأول، القسم الأول هذا هو. الآن قدم المثال على ذكر النوع. تفضل. فإذا بلغ الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا، وكان يفعل كذا وكذا، وكان يأمر بكذا وكذا. طيب هذا واضح. الآن هذا النوع الأول عند الحاكم، وهو الذي اعترض عليه ابن حجر وقال لم يسبقه على هذا الشرط أحد، وهو الذي أيضا قال تلميذه السخاوي وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع، يريدون هذا. والحاكم أتى بمثال وبنوع ويقول لكم هذا يعني موقوف ومتصل ليس فيه عضال ولا إرسال. طبعا المثال أراد الحاكم أن يضرب عصفورين بحجر، الأول أن يمثل للموقوف يعني من قول الصحابة أو من فعلهم، والمثال الثاني أراد أن يأتي بموقوف قد يتوهم أنه مرفوع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو في الحقيقة موقوف. طبعا اعترض على الحاكم، يعني ما استسلموا له، قالوا له هذا من المرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قرع الباب بهذه الطريقة. والحقيقة ربما المراد يعني الموقوف، هذا نوع من الموقوف في المعنى، يعني ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا، لأن من الذي يتكلم الآن؟ الصحابي، فموقوف لفظا ليس بمسند لفظا، لو أردنا أن نعتذر للحاكم فهذا ليس بإشكال، يعني الحاكم يرى أنه موقوف. هذا النوع الأول. وهنا ربما
أو يغلب على الظن ينصب باعتراض الحافظ وتلميذه على هذا. نعم. الثاني قال: ومن الموقوف الذي يستدل به على أحاديث كثيرة ما حدثناه أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا يزيد بن الهيثم قال حدثنا محمد بن جعفر الفيدي قال حدثنا ابن فضيل عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل لواحة للبشر قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعت على العراقيب. قال: وأشباه هذا من الموقوفات تعد في تفسير الصحابة. طيب، هذا مثال آخر لموقوف لكنه تفسير، ولذلك هو ما قال له حكم المرفوع. لماذا؟ لأن ليس سبب نزول، لأنه ليس بسبب نزول، إنما هو تفسير صحابي. نعم. الآن اذهب إلى قوله: ومما يلزم طالب العلم طالب ومما يلزم طالب الحديث معرفته. ومما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابة. هذا النوع الثاني. هذا النوع الثاني مما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابة، يعني فيها انقطاع قبل الصحابي بين التابعي والصحابي. هذا النوع ذكره، فتشوفون الحاكم جالس يذكر أنواع وأقسام، لعله هذا اللي يعني أراد. فذكر الآن مثال لما لهذا النوع. تفضل. قال: ومثال ذلك ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال قال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم ولسانك من الكذب ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنه موقوف على جابر، وهو موقوف ومرسل قبل التوقيف، فإن سليمان بن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم يره، بينما بينهما عطاء بن أبي رباح في أحاديث كثيرة. هذا طبعا مثال للمنقطع ومثال للموقوف عند الحاكم الذي فيه انقطاع قبل الصحابي. طيب. وربما اشتبه أيضا على غير المتبحر في الصنعة فيقول: لم يلحق ابن وهب محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة ولا محمد بن عمرو فيقول لم يلحق ابن الفاعل ابن وهب فيقول لم يلحق ابن وهب محمد بن عمرو بن علقمة ولا روى محمد بن عمرو عن ولا روى محمد بن عمرو بن علقمة عن ابن جريج. ومحمد بن عمرو هذا هو اليافعي شيخ من أهل مصر وليس بابن علقمة المدني. ممتاز. خلاص، أنا واضح النوع هذا صحيح فيه انقطاع قبل الصحابي. طبعا الحديث فيه علة أخرى في السند، قصدي هذا الموقوف فيه علة أخرى لم يذكرها الحاكم. لماذا لم يذكرها؟ لأنه ركز على العلة الأصلية. الآن العلة الأخرى ابن جريج عن سليمان، وابن جريج مدلس، وإذا عنعن فيتوقف عند عنعنته، لكن هو ركز على العلة اللي أراد. الآن هذا تقسيم الحاكم كما ترون وما قاله ابن حجر رحمة الله عليه، يعني هذا الذي ظهر لي ما أخبرتكم به. مسألة أخيرة في الموقوف لم نذكرها في المجلس الماضي لعلكم تضيفونها: ما ظاهره الوصل وفي الأصل هو مرفوع. ما ظاهره الوقف وفي الأصل هو مرفوع، يعني الصحابي
أو الراوي تارة يوقفه وتارة يرفعه. متى يقال في مثل هذا؟ لما يكون سند الموقوف وسند المرفوع صحيحا الاثنان، وهذا يكثر في الكتب فتنبهوا له. الآن الحاكم نبه على هذا رحمة الله عليه، هذا التنبيه لينبه طالب العلم كيف إنما قد يأتي ما هو موقوف وفي الأصل هو مرفوع، يعني يريد أن يقول لكم لا تعلوا في مثل هذا المرفوع بالموقوف، صحيح؟ لا يكون علة، لأن الحديث تارة يأتي موقوفا وتارة يأتي مرفوعا وتارة يأتي مرفوعا وموقوفا. هنا ينتبه لأن هذا اختلاف، إن كان سند المرفوع ضعيف أو فيه علة والسند الموقوف صحيح، خاصة في المرفوع ما فيه من يهم كثيرا أو مضطرب أو يغلط، فالمرفوع هنا أصح ويعل به، عفوا الموقوف أصح ويعل به المرفوع. وقد يأتي المرفوع هو الأقوى من الموقوف، وقد يأتي أن القوة في الاثنين، في المرفوع وفي الموقوف. هذا الآن يريد أن ينبهكم عليه الحاكم، اقرأ شيء. ومما يلزم، قال: ومما يلزم طالب الحديث معرفته نوع آخر من الموقوفات، وهي مسندة في الأصل يقصر به بعض الرواة فلا يسنده. مثال ذلك ما حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود قال: إنما حفظ الناس من آخر النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الحاكم: هذا حديث أسنده الثوري. قال الحاكم: هذا حديث أسنده الثوري وشعبة وغيرهما عن منصور، وقد قصر به روح بن القاسم فوقفه. ومثال هذا في الحديث كثير، ولا يعلم سندها إلا الفرسان من نقاد الحديث، ولا تعد في الموقوفات. ما أحسن، يعني هو إلى الرفع أقرب، بل الصحيح أنه مرفوع. لكن ما المشكلة في مثل هذا؟ أن الراوي قد ينشط فيرفع، وقد لا ينشط فيوقف، وهذا معنى كلامه: وهي مسندة في الأصل يقصر به بعض الرواة فلا يسنده. يقصر أي لا ينشط. لماذا لا ينشط؟ قد لا يكون يريد الرواية، يريد الاستدلال، فلا يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر الصحابي، فمن أخذه عنه يرويه كما سمعه في مجلس مذاكرة، في مجلس مناظرة، انتبهتوا؟ فأحيانا الحديث يكون معروفا مشتهرا، فيذكر الراوي والمتن فيروى موقوفا، لكن في الأصل هو مرفوع. وقد ينشط الراوي فيرفع في جلسة، حتى لو كان في باب الاستدلال يذكر الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم، أو لما يكون في باب الرواية أكيد سينشط ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هاي مسألة جديدة أضفناها لما سبق. المسألة الأخيرة في باب المنقطع نذكرها اليوم إن شاء الله، لأن آخر مسألة، وهي بما يعرف الانقطاع، بما يعرف الانقطاع بين الرواة. أمس خذنا المنقطع، صح؟ كيف نعرف أن السند فيه انقطاع؟ في عدة طرق نذكر بعضها. الطريقة الأولى أو أولا، نص عالم من العلماء على الانقطاع بين الراويين كما ذكر الحاكم قبل قليل، سمعتم ذكره للانقطاع، أن ينص إمام أو عالم على وجود انقطاع بين راويين في السند. ثانيا،
أن ينص الراوي نفسه بأنه لم يسمع الحديث عمن يروي عنه، فيقول أسمعته؟ يقول لا، عن فلان عن فلان. أن ينص الراوي نفسه بأنه لم يسمع الحديث عمن يروي عنه. السبب الثالث أن يتعذر اللقاء بين الراويين لدلالة التاريخ بين حياة التلميذ ووفاته وبين وفاة شيخه وبين وفاة شيخه. مثلا عكرمة عن عمر، في بعض الأسانيد تجدون عكرمة عن عمر، احسبوها، عمر استشهد سنة 23 من الهجرة وعكرمة سنة 104، توفي سنة 104. يقول العلماء عاش 80 سنة، طبعا 104 في أقوال أخرى لكن أخذنا الأعلى للاحتياط اليقين، يعني أخذنا باليقين. يقولون عاش عكرمة 80 سنة، الآن بهذين سنصل إلى تاريخ ولادة عكرمة، سنطرح يوم سنة وفاة عمر رضي الله عنه من وفاة عكرمة، سنصل إلى أن عكرمة ولد سنة 324 للهجرة، سنة ولد سنة 24 من الهجرة. إذن ولد بعد موت عمر بكم؟ بسنة. هل ممكن يروي عنه؟ مستحيل. إذن السند بينهما في انقطاع. هذا مثال مثلت لكم. ثالثا أو رابعا لا أدري، الحساب عندكم أربعة. طيب، تعذر امكان اللقاء لبعد البلدين، لبعد البلدين واشتهار عدم رحلة الراوي إلى بلد شيخه. راو في خراسان يروي عن راو في بغداد ولم يرحل ولم يغادر خراسان ولا دخل بغداد، سيكون عندنا مؤشر قوي أو غلب الظن أن بينهما انقطاع. لذلك الرحلة في طلب العلم اهتم بها العلماء، في كل ترجمة عالم تجدون يذكرون من أين إلى أين رحل وما هي البلدان التي دخلها ومن هم الشيوخ الذين التقوا بهم، لمعرفة الاتصال من الانقطاع. ومن هنا ألف من ألف تاريخ البلدان الخاصة كالخطيب البغدادي لما ألف تاريخ بغداد ليبين من دخلها من العلماء ومن أخذ مع مشايخها وعلمائها من أهل العلم. أيضا من الطرق سادسا خامسا طيب ورود الروايات تارة بذكر واسطة بين التلميذ والشيخ ومن روى عنه، مع عدم التصريح بالسماع في أي رواية أنه سمع من الشيخ الذي يروي عنه، لكن هذا أيضا يحتاج إلى زيادة تثبت، يعني كل الروايات يذكر واسطة بينه وبين من روى عنه ويروي عن شيخ لا يصرح بالسماع بصيغة تحتمل، يذكر يروى يذكر عنه قال فلان، يحتاج إلى التثبت. هذا الآن يروي عنه بواسطة وتارة بدون واسطة ولا يقول سمعت وحدثنا وأخبرنا، فهنا لابد تتوقف
بواسطة تارة وبدون واسطة تارة، ولا يوجد صيغة تصريح بالسماع. إذن تحتاج الآن أن تقف وتتأمل في السند هل فيه انقطاع أم لا، لأن أحيانا الشيخ يروي عن شيخه بلا واسطة، وأحيانا يروي عنه بواسطة عن فلان عن شيخه. قد يكون التقى الاثنين شيخه وشيخ شيخه. لماذا؟ لأنهم كانوا يحرصون على علو السند، فإن روى عن شيخ واستطاع أن يصل إلى شيخ الشيخ في نفس الحديث رحل له أو ذهب له وأخذ عنه السند عاليا. فمن أمانته تارة يرويه بواسطة وتارة بلا واسطة، لكن هذا واضح أمامنا أنه التقى بالاثنين. لكن إن لم يلتقي بشيخ الشيخ ويروي بواسطة ولا يوجد تصريح تدل على السماع، نحتاج أن نقف ونتأمل في الموضوع. طيب، السبب أو من الأسباب معرفة طبقات الرواة. طبقات الرواة، هل هو في طبقة الصحابة التابعين، في طبقة التابعين، في طبقة أتباع التابعين؟ لابد نعرف. فمثلا إذا علمت أن الراوي من أتباع التابعين ثم وجدته يروي يعني جل معظم كل رواياته عن أتباع التابعين، ثم رأيته يروي عن صحابي، إذن معناه هناك انقطاع. لازم تتأمل. كان يقول مالك عن ابن عمر وهو يروي بواسطة نافع، أو عرفت أن الراوي من طبقة التابعين ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بحثت وجدت من طبقة التابعين، إذن الحديث مرسل، فيه انقطاع، فيه انقطاع، مرسل، أسقط الصحابي. واضح؟ هاي أمثلة إن شاء الله تعينكم على ما ذكر. الدرس الجديد المعلق من أنواع الضعيف. المعلق، المعلق نبدأ به المسألة الأولى. المعلق لغة، في اللغة التعليق أو المعلق اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، اسم مفعول من علق الشيء بالشيء. تريد تتك يا شيخ؟ ترتاح؟ لا ارتاح بعدين سنقرأ آخر شيء. طيب، من علق الشيء بالشيء، ومن علق الشيء عليه أي أناطه به. والعلق العلق التشبث بالشيء، والعلق التشبث بالشيء. يقال علق الصيد في الحبالة وأعلق الصائد إذا علق الصيد في حبالته. هذا بالنسبة للغة. أما في الاصطلاح فقال أهل العلم في تعريفه، في الاصطلاح هو الذي حذف من مبتدأ إسناده، يعني أول إسناده، واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد. وقيد بعض العلماء على أن يكون على التوالي، أي واحد أو أكثر على التوالي. طبعا ليش قال على التوالي؟ عشان يخرج المنقطع. ولماذا قالوا من مبتدأ الإسناد؟ أي المرسل والمعضل في الوسط، وسط السند.
وبين المنقطع وبين المنقطع والمعلق مناسبة كما سترون. قال العراقي: وإن يكن أول إسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. طبعا هو اشترط شيء الآن سنعرفه بعد قليل، لكنه قيده بأول الإسناد. إذن المعلق الحديث الذي حذف من مبتدئ إسناده واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، واشترط أو قيد بعض العلماء على التوالي أن يكون المحذوفين من أول الإسناد على التوالي. هذا التعريف، هذه المسألة الأولى. نأخذ مثال على المعلق. قال البخاري رحمه الله: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. هكذا علقه بغير إسناد، لكن من وين حذف؟ من أول إسناد لين الصحابي. طيب نأخذ مثال بعض الإسناد حذف. مثلا قال البخاري: وقال عفان، يعني عفان بن مسلم، قال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. لم يقل هنا حدثنا عفان، ماذا قال؟ قال عفان بن مسلم. عفان هو عفان بن مسلم، عفان بن مسلم الصف، لأن البخاري لم يدركه فيقول قال، يروي عنه بواسطة. هذا معلق حذف منه بعض السند وليس كل السند كما ترون. طيب سبب التعليق، لماذا يعلق العلماء الحديث؟ يعلقونه لسببين أو أكثر. السبب الأول أن لا يكون الحديث على الشرط الذي اشترطه أو ارتضاه المعلق لثبوت الحديث. إذن أن لا يكون على شرطه، فقد يقف على أثر أو حديث ولا يكون مثلا على شرطه، أو السند ليس الذي هو يرتضيه لكن يرى في الحديث فائدة فيسوق الحديث في كتابه معلقا. أو التزم، أو الثاني أن يقصد مجرد الاختصار، يعني يسوق الحديث في باب من الأبواب بالسند كاملا ويحتاج أن يكرره في مكان آخر فيأتي به مختصرا
فيأتي به معلقا من باب اختصار حتى لا يكرر السند، حتى لا يكرر السند. هذا يعني فيأتي بالمتن أو الصحابي أو بعض السند، فيريد هنا أن يختصر. من الأسباب قد يكون الحديث عنده بسند واحد على شرطه غير الاختصار. الآن هو عنده حديث واحد، الحديث هذا على شرطه بسند واحد، لأن العالم قد يروي الحديث بأكثر من سند، صح؟ سندين، ثلاثة. لما يقول بخاري يحفظ 100,000 حديث، يعني متون وأسانيد، والمتن الواحد قد يكون له أكثر من سند، هذا كله لما تجمعه يعني يصل إلى 100,000، أو انتقى من 100,000 الصحيح. الآن هو الحديث الذي على شرطه في الصحيح، أو ألف كتابا فاشترط شرطا، لكن الحديث على شرطه له سند واحد، فيريد أن يكرره، فيذكر سنده تارة كاملا ويسوقه في مكان آخر معلقا، لأنه قد سبق وساق الإسناد. واشتهر الإمام البخاري بكثرة الأحاديث المعلقة. المسألة الرابعة، هل يشترط في المعلق أن يكون بصيغة الجزم؟ تعرفون صيغ الجزم؟ سنذكرها بعد قليل. لازم يكون يعني قال، ذكر، عن، روى، صيغة الجزم. صيغ التمريض مثل روية، ذكر، قيل، واضح؟ هل لابد المعلق في الكتاب أن يعلق بصيغة الجزم؟ العلماء لهم رأيان، وهو الأول ما ذهب له ابن الصلاح والعراقي والنووي، لابد أن يكون مجزوما به، قال وفعل وأمر ونهى وحكى وذكر مثلا. ولذلك هذا معنى قول العراقي: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. إذن اشترط صيغة الجزم. القول الآخر، وهو يراه كثير من المحققين، أنه لا يشترط الجزم، ما كان بصيغة الجزم وبصيغة غير الجزم مثل كصيغة التمريض داخل في مسمى المعلق، داخل في مسمى المعلق ويسمى معلقا. لكن موضوع صحيح غير صحيح هذا موضوع آخر، فهمتم؟ انتبهتم؟ المهم، هل ما لم يكن بصيغة الجزم ممكن أن يدخل في المعلق؟ نعم، هذه هي المسألة. ولا نشترط على المؤلف والمصنف ونقول لا تدخل في الكتاب إلا ما كان بصيغة الجزم، على قولين كما رأيتم، والصحيح أنه لا يشترط، لكن المهم أن يبين لنا شروطه، شروطه في التعليق، شروطه في كتابه، ماذا يريد بالصحيح، وهل وفى بشرطه أم لا. انتبهتوا؟ هذا المهم. طيب، لماذا سمي المسألة الخامسة، صحيح؟ لماذا سمي المعلق بالمعلق بهذا الاسم؟ قيل مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق، يعني في النهاية في قطع في الاتصال. انتبهتوا؟ الآن المعلق في الجدار هل يصل إلى الأرض؟ لا يصل،
فمعلق، يقال له معلق، كما تعلق الثوب في الجدار فلا يصل إلى الأرض، واضح؟ وقيل من تعليق الطلاق من قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. كيف طيب؟ قالوا يعني تشبه تشبيه المعلقة، المرأة المعلقة التي لم يطلقها زوجها، الله طلع بركاته، ولا هي زوجة، تشبيه بالشيء المعلق من شيء الذي لا على الأرض استقر ولا ما علق عليه حمل أو انحمل، فهي معلقة لا ذات زوج ولا هي سرحت أو تخلصت، فشبهت بالشيء المعلق. المسألة الخامسة السادسة صور المعلق، وجاء في التعريف بعض الصور لكن نذكرها سريعا لنختصر الوقت. من صور المعلق، لو الصورة الأولى مثلا أن يحذف جميع السند مع إضافته لقائله، جميع السند رحمك الله، كقول البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، حذف كل السند حتى الصحابي، حتى الصحابي حذف جميع السند وعلق الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يحذف جميع السند ولا يضاف إلى قائل، مثاله قول البخاري كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة. يريد أن يبين لك أن جلسة المرأة في الصلاة مثل جلسة الرجل، لا فرق، وين في تورك وين في افتراش نفس الجلسة. هنا حذف جميع السند ولم يضيف القائل والراوي، أتى بالمروي عنه هي أم الدرداء. الثالث أن يحذف جميع السند إلا الصحابي، كل السند إلا الصحابي، كقول البخاري قال أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، الصورة الرابعة أن يحذف جميع السند إلا الصحابي والتابعي، إلا الصحابي والتابعي، كقول البخاري وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق من البزاق يعني في القبلة، في القبلة يعني في ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، لأن عن يمينه ملك فيبزق وين؟ عن يساره أو تحت قدمه. ذكر التابعي حميد، هذا حميد الطويل، وذكر من؟ أنس. زين، طيب عندنا المسألة السابعة، إذا قال المعلق قال فلان وهو شيخه، هذه مهمة ركزوا فيها لأن ستحتاج لها بعد قليل. إذا قال المعلق قال فلان وهو، والمقول عنه من شيوخه،
من شيوخه. هل هذا من قبيل المعلق أو الموصول؟ هل هذا من قبيل المعلق أم من قبيل الموصول؟ زين، فنكمل المسألة. فالآن العالم أو الشيخ كالبخاري أو الإمام أحمد يقول عن شيخه قال، كما يقول الإمام أحمد مثلا قال روح بن القاسم هو من مشايخه، أو يقول البخاري قال هشام بن عمار، هل هذا معلق أم متصل؟ هذه هي المسألة. العلماء على قولين، القول الأول أنها كسائر المعلقات، مثلها مثل أي معلق. وأنتم تعرفون المعلقات إن كانت في كتاب اشترط صاحبه الصحة ووفى بشرطه وبصيغة الجزم تكون متصلة، صح؟ وإن كانت في غير الصحيحين ولو كان عن شيخه نبحث في السند في المعلق. واضح؟ الآن إذا قال الشيخ المصنف قال فلان، والذي نقل عنه من شيوخه، القول الأول أن هذه كسائر المعلقات تحتاج إلى نظر، أيوة، تحقيق الشرط في غير الصحيحين. طيب، القول الآخر أنها من الموصول خاصة في الصحيحين. إذن من الموصول يعني قالوا فلان شيخة، الشرط الأول. الشرط الثاني لم يعرف بالتدليس، إذن قال معلق ولا متصل؟ معلق، متصل، مثل حدثنا وأخبرنا، وهذا القول هو الصحيح وينطبق على صحيح البخاري. واضح؟ ينطبق على صحيح البخاري. إذن القول الراجح إذا قال البخاري أو من اشترط الصحة قال فلان إن كان المقول عنه من شيوخه، شرط الأول، والثاني لا يعرف بالتدليس، والثاني لا يعرف بالتدليس واشترط الصحة في الكتاب، فإن السند من باب المعلق ولا من باب المتصل؟ أحسنت، من باب المتصل. يعني كأنه قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. واضح؟ هذا القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لأنه روى بصيغة الجزم، ولا يمكن، وهذا من شيوخه، لا يمكن أن يخدع الناس، لم يسمع ويقول قال ويوهم السماع. واضح؟ وإلا لو فعل هذا سيتهم بالتدليس. واضح إن شاء الله؟ إذن نحمل على إيش؟ على الاتصال. في كتاب اشترط الصحة، إذن صحيح. إذا لم يشترط الصحة موضوع ثاني، نبحث في السند. ثانيا لم يعرف بالتدليس والمروي عنه شيخه، وهذا مثاله حديث المعازف الذي يعني دار حوله الكلام أنه ضعيف، يعني من ضعفه مثل ابن حزم، لأن البخاري ما قال حدثنا، قال هشام بن عمار. شوف اقرأ الشيخ الحديث.
اسمعوا الحديث، هذا المثال، شوفوا الآن. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. قال: وقال هشام بن عمار. أحسنت، من الذي يقول قال هشام؟ البخاري. أحسنت، تفضل شيخ. قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال: حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. أحسنت، لحظة، أبو عامر أو أبو مالك، شك في الإيش؟ في الصحابي، يا هذا يا انتبهتوا للجزئية، ضعوا فوقها خط، انتبهوا، كمل شيخ. قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. لا عفوا، الحرى والحرير، الحر يعني والعياذ بالله الزنا، أحسنت، والحرير والخمر والمعازف، تفضل. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح، يعني جبل، يعني جبل، تفضل. يروح عليهم بسارحة لهم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، يخسف عليهم الجبل. ليش؟ باتوا على معاصي، خمر والعياذ بالله وزنا وغناء، واضح؟ طيب. ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. أيوة، وين الاعتراض؟ أن لماذا قال البخاري قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا أو سمعت وأخبرنا؟ من يعطيني الجواب؟ أحسنت، الله يفتح عليك. أيوة، وهشام بن عمار من شيوخه، انتهى المشكلة. طيب، لماذا إذن قال ولم يقل حدثنا؟ من أمانته وورعه، لأن هناك شك في الصحابي فقال قال هشام، هذا احتمال. احتمال آخر وشوي بعيد، أن أخذ الحديث منه في باب المذاكرة، وكان بعض العلماء من عادتهم ما أخذه، يعني هم جالسين للمراجع والمذاكرة، يقول قال فلان وهو شيخه، وما كان في باب السماع، مجلس السماع مثل هذا، يقول حدثنا. بس هذا الاحتمال استبعدوه، لكنه وارد، يدل على الأمانة. طيب، إذن تفضل شيخ. إذن اشترط الصحة، تفضل شيخ. اشترط الصحة ولا يعرف بالتدليس، وهشام بن عمار شيخه، إذن الحديث ليس فيه علة. طيب، الآن سنثبت لكم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وأنه في الصحيح نفسه قال هشام بن عمار، وتارة قال حدثنا هشام، في أحاديث أخرى، يمكن في حديثين. والراوي إذا قال حدثنا وهو صدوق ثقة، إذن من يحدث عنه؟ من ماذا؟ من مشايخه. الحديث في كتاب الأشربة، صح؟ اللي هو حديث المعازف. شوفوا الآن في كتاب البيوع ماذا يقول البخاري. كتاب البيوع إيه؟ قال البخاري رحمه الله: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. لا، باب أنظار المعسر. من أنظر المعسر؟ أيوة. قال رحمه الله: باب من أنظر موسرا. معسرا. الثاني. أيوة. قال: باب من أنظر معسرا. قال رحمه الله: قال حدثنا هشام بن عمار. بس انتهت المشكلة، خلاص. ماذا قال؟ انتهت. هب أنه هنا قال هشام، وهنا ماذا يقول؟ إذن شيخه، وكتاب في أصعب شروط الصحة. تعرفون شرط البخاري في الصحيح؟
لماذا تلقته الأمة بالقبول؟ الشرط الذي فيه لا يشترط إمكان اللقاء بالراوي، بل ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء، والصدوق وثقة. ويقول تفضل كمل. قال البخاري، قال البخاري رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. بس خلاص انتهى الإشكال. إذن لا التفات إلى من ضعفه كابن حزم رحمة الله عليه، بل رد عليه أهل العلم، ردوا عليه هذا الغلط. وابن حزم رحمة الله عليه كانت له آراء يعني غريبة نوعا ما، بل ينقل عنه أنه لم يعرف الترمذي، لم يعرفه، قال لا أعرفه أو مجهول، ومن لا يعرف الترمذي؟ فلا شك أن هذا الحديث كما ترى. إذن إن قيل هذا الحديث ضعيف وإن البخاري قال قال هشام بن عمار، نقول لا، أولا صححه العلماء، ثانيا اشترط الصحيح في كتابه، ثالثا معلق بصيغة الجزم، لو سلمنا معلق، وإلا هذا من باب المتصل، لأن هشام بن عمار من شيوخه وسمع منه، وبدليل أنه في موضع آخر قال حدثنا هشام بن عمار، أما لم يقل حدثنا. أنتم فقط سنمسك هذا الحديث ونقول لماذا قال البخاري قال هشام بن عمار إذن ضعيف، سننسف أحاديث كثيرة في البخاري قال فيها قال فلان وهو من شيوخه، ليس هذا الحديث فقط، إذن ضاع الصحيح، وهذا لا يقول به أهل العلم، انتبهتوا؟ ولذلك انتقد ابن حزم الذي ضعف الحديث. اقرأنا ولا التفات. ماذا يقول ابن الصلاح عن شال عن ابن حزم؟ قال رحمه الله: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. أحسنت. ثم ذكر لماذا يعلق البخاري. أيوة. والبخاري رحمه الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. هنا يذكر أسباب التعليق عند البخاري، فهنا نبه أن ابن حزم أخطأ، هذا كلام ابن الصلاح، وكل العلماء خطأوه في هذا الصنيع، قالوا أنه أخطأ وفي فعله. نعم. ماذا قال بعد؟ وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور، فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا، لا فيما أورده في معرض الاستشهاد. خلاص يكفي، هذا موضوع آخر. الآن هذه هي المسألة في المعلقات، وخاصة فيما هو معلق عند البخاري. طبعا معلقات البخاري لها حكمها الخاص، لكن نحن تكلمنا الآن عن ماذا؟ عن المعلق بشكل عام يعني، وتكلمنا عن لما يقول العالم قال، ننظر إذن هل من شيوخه أم لا. العلماء كما بينت لكم
الصحيح أنه إذا كان المقول عنه من شيخه والراوي يقول قال وليس مدلسا أو المصنف فيحمل على الاتصال، يحمل على الاتصال. المسألة الثامنة والسابعة، ليس في معلقات البخاري ما هو شديد الضعف إلا النادر ويبينه، إنما فيها الصحيح والحسن والضعيف المحتمل الضعف، المحتمل للضعف. طيب، وأكثر ذلك يعني المعلقات آثار عن الصحابة والتابعين أو متابعات وزيادة الطرق، أو متابعات وزيادة الطرق قد روى ما هو أحسن منها مسندا. نبين من النادر المعلقات الضعيفة، النادر. قال البخاري ويذكر عن أبي هريرة رفعه، ما قال 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 رسول الله، رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. هو يقول إيش؟ ولم يصح. إذا ما كان فيه شديد الضعف يبينه، لم يصح. طيب، قد يقول قائل الآن إذا كان البخاري اشترط الصحة، لماذا أورد معلقات وبعضها فيه ضعف؟ ألم يشترط أن يودع في كتابه الصحيح فقط؟ صحيح، اشترط أن يضع في كتابه الصحيح فقط. نقول نعم، هو قال ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، والعلماء يقولون ما فيه محكوم بصحته، يعني في البخاري ما فيه محكوم بصحته، لكن مراده في مقاصد الكتاب، يعني أصل الكتاب، الأحاديث اللي في الأبواب دون التراجم. في الترجمة قد يأتي بحديث ضعيف، ترجمة الباب باب ويذكر حديث ضعيف، قد يأتي بالمعلق يقول ويذكر، لكن ليس المقصود في شرطه هذا، لكن عندما يورد الحديث في الباب حدثنا وأخبرنا، هنا يكون الحديث على شرطه وصحيحا. هذا مقصوده، ما أدخلت في كتابي الجامع إلا الصحيح. وقد ذكر أهل العلم هذا عنده، ذكروا عنه مثل هذا كابن الصلاح وغيره. ذكروا عنه ما يريده بصيغة طيب، هذا كما قال ابن الصلاح وما ذكرناه من الحكم في التعليق المذكور، فذلك فيما أورده منه أصلا ومقصودا لا فيما أورده في معرض الاستشهاد. وذكروا عنه أيضا طيب، عندنا حكم المعلق، حكم المعلق. المعلق من قسم الضعيف، المعلق من الحديث من قسم الضعيف، وهذا الحكم إذا كان المعلق في كتاب لم يشترط مؤلفه الصحة. رحمك الله. أما ما كان في كتاب اشترط فيه مؤلفه الصحة كالصحيحين فهذا له حكم خاص، له حكم خاص سنبينه إن شاء الله بعد الصلاة. بعد الصلاة نأخذ من وقتكم.
قليل عشان نكمل المعلق إن شاء الله تعالى.